أنا إبراهيم بدر مذيع قناة العربية، ستشاهدونني بوجوه مختلفة. هذه هي تقنية التزييف العميق. تقنيات مفزعة اجتاحت عالمنا الافتراضي. قد تكون أنت الضحية التالية، وقد تجد نفسك ترتكب جريمة أو تمثل في فيلم، لكنك لن تكون أنت الحقيقي بل أنت المزيف. كما أنك قد تضطر للبكاء ساعات حين تجد صورة قديمة لشخص عزيز فقدته يتحدث إليك تماماً وكأنه يعيش معك في هذه اللحظة. البداية من تقنية التزييف العميق أو ديب فيك التي أثارت الرعب في العالم، لأنها تزيف بدقة متناهية أي شخص وتظهره يقوم بأشياء ربما تكون مدمرة وهو لا يعلم. شاهد مثلاً هذه الفيديوهات التي اجتاحت وسائل التواصل بتقنية التزييف العميق. هنا الممثل الأمريكي توم كروز يلعب الجولف ويقوم بخدع سحرية، وهنا الملكة إليزابيث ترقص، وهناك الكثير والكثير. الخطر يكمن في أن التقنية استخدمت لاستهداف أشخاص حول العالم عبر إنشاء مقاطع فيديو إباحية مفبركة لهم لابتزازهم مقابل المال أو السلطة. Security researchers could tell the difference between whether this is fake or real, but to an average person this could easily fool them into believing that a video like this might be real. تعتمد التقنية على استخدام خريطة الوجه لشخصية معينة، إضافة إلى عدد من الصور التي تظهر تعابير مختلفة ومقاطع فيديو وتسجيل صوتي لهذه الشخصية. يتم دمجها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وحواسيب بمواصفات عالية جداً من خلال معادلات خوارزمية لإنتاج مقطع فيديو جديد قد يبدو للوهلة الأولى حقيقياً لكنه في الواقع مزيف وخادع. هذه هي تقنية التزييف العميق. هذا ليس كل شيء، انتظروا قليلاً. هناك تقنية أخرى اسمها الحنين العميق، وهي أيضاً تستخدم الذكاء الاصطناعي لمنح الصور القديمة حركة حقيقية وفاعلية. هذه التقنية تسمح للمستخدمين بتحويل صور الأشخاص الثابتة وخصوصاً من فارقوا الحياة منهم إلى مقاطع فيديو قصيرة تظهر الشخص في الصورة وهو يبتسم ويغمز ويومئ برأسه، كما تمكنهم أيضاً من تحويل صور الأبيض والأسود إلى ملونة. رؤية وجوه أسلافنا المحبوبين تنبض بالحياة تتيح لنا تخيل كيف كان يمكن أن يكونوا في الواقع، ويوفر طريقة جديدة عميقة للتواصل مع تاريخ عائلتنا. في وقت يعتبر البعض هذه التقنيات مفزعة وتشكل ضرراً للنسيج الاجتماعي، اعتبرها آخرون أنها طرق سحرية تضفي نوعاً من النكتة على عالمنا الرقمي. ما رأيكم؟